المحامين طالبه اللقاءات دي بالذات لابد من الالتقاء بصفه دوريه مع المحامين في كافه النقابات الفرعيه لعرض المشاكل. انا النهارده في هذا اللقاء لقاء النقيب معانا ومع المحامين سعيد بعد انعقاد الجمعيه العموميه وزياده المعاش. ايا كانت بقى الامور الثانيه اللي المحامين بيتكلم فيها وبتاع، لكن زياده المعاش والطفره اللي حصلت بزياده المعاش انا يعني كمحامي مش مسؤول مبسوط منها وفرحان بهذا الملتقى، واتمنى ان الزيادات اللي قال عليها في المعاش دي تستمر وتزداد وتعود نقابه المحامين بقى لصابت عهدها دائم فيه.